إذا أين ولي أمرك يا ابنتي؟ أنا ورامي كنا بالضيعة لعند أهلها يا فرح، عم أمها رضعتنا يعني إخوات برضاعة. لا بعيد الشر يا شيخي، كل واحد منا رضعان من صدر شكل. بعدين أنا يبدو لك من حلاسي أني ولي أمري. ولي أمرها؟ ويحك ويحك ثم ويحك ثم ثكلتك أمك. وهل الرضاعة معترف عليها في الأوراق الرسمية؟ أعطني بطاقتك الشخصية يا ابنتي. تفضل شيخي. والعريس أيضا، أعطيني بطاقتك الشخصية. إيه تكرم عينك شيخي، أعطيني ضبط الشرطة اللي هاي ضبط الشرطة، تفضل. وأعطيني وصلها وهي الضاية، وهذا الوصل كمان عملته بمخفر هيك على كيفك يعني. لا تصلح. وما الذي يثبت لي أنها لك؟ أريد شيئا يثبت عن شخصيتك. كمان تكرم عينك، أعطيني شهادة السواقة. شرك. لا يكفي يا بني، أخاف أن أعمل عمل زور لا يرضي الله ولا يرضي ضميري. أرجوك شيخي. شباك شو جاي تتوب عنا؟ رح أعطيك التأجيل وما عاد معي شي غير. أعطيني التأجيل، يعني أعطيتك وصل الهوية والضبط وهي تأجيل دفتر الجيش. حسنا، وأين الشهود؟ أنا الشاهد الأول. وأنا الشاهد الثاني. أتريد منديلا؟ حسنا، بقي لنا ولي أمر العروس. أنا ولية أمر للعروس. والله لألعن أبوك يا عبو اللي جابك يا بنت الصرماية. تروي يا امرأة. لا يا جماعة، طولي بالكم، طولي بالكم. يا جماعة. أمي الله يوفقك، والله بجي كل يوم جمعة وبعزل لك البيت. لا يا الله، بجي كل يوم سبت وبعمل لك مساج وبجيب لك مونة كاملة، وشو ما بدك تساوي لك؟ خلاص عم أقول لك لا. ايوه انت شكلك مالك مصلي على النبي بنوبها، بدك يعني ام جن وتحبش الدنيا؟ او لاقول لك اي ما ارجع البس ثياب الشباب وارجع امرض من اول وجديد. لا خلص وافقت، بس بشرط تيجي انت وياه بتعيشوا عندي بالضيعه. ليش عنا مكان تاني نروح عليه؟ حاضر تقبريني. الله لا يحرمني منك يا رب. بعت لك حباية تشج بلي. فريد اللي علمتك عليه. حبيبتي بعرف انك بتحبي شعراتي، بس شردتي لي عينتي. ما نشبك نوصلنا لبعض. عادي تقبرني، بكره من اول قتالة رح تندم. لا ما رح اندم. وإن شاء الله ألف ألف مبروك.
هي دخيل عينك على هالرقصة ما أحلاها. شكرا تقبرني على هالمفاجأة الحلوة. عفوا ولو حبيبتي. إن شاء الله بيسلم لي الرقص المخبص الحضاري أنا. بس عمري مو أنا اللي جبتها. شكرا سيزار. لك لا شكر على واجب حبيب فريد، بس أنا ما خصني بالموضوع هاي حركات ياسمين. مرسي بس لا أنا ما بعرفها كمان. طب انت مين؟ لك أنا لوليتا تيتا تيتا تيتا. أنا أهم راقصة بالشرق الأوسط وأكبر هزازة بحاراتك يا بلد. والله أنا الأشلطة هي والزفلة وقلة الأدب بنوب ما بحبها. شوفي فرح، هلا بدك تطلعي؟ بدك تروقي على حالك شوي. بعت لك حمى شو صار لي؟ وليه؟ أنا عم تقولي لي بعت لك حمى؟ إي بعت لك 60 حمى. لك صحيح مو انت اللي عندك بيت براس التلة خربان الزفت اللي قدامه وخزان الكهرباء كلياته مقطع وصار لك شهر بلا كهرباء؟ ايه قومي لحقي حبيبتي، بعثت لك الشباب يصلحوا لك الكهرباء ويزفتوا لك الطريق، يلا ساعة زمان بيكونوا خلصوا. قومي. عن جد يبعث لي حمى وستين حمى اذا عاد مانع. ان شاء الله الف مبروك. تبريني هلا طمنت عليك. هاتي بوسه. مبروك سهري. الله يبارك فيك يا حماتي. لنروح لك اشوف الطريق، وبس بدك تجي لعندي خبريني. ها لكم. يلا باي باي. يبعت لك الهنا يا لوليتا، دايما ملعبه الكل على اصابعك العشره. ايه حبوباتي، وهلا اجا دوركم. حبيبتي كون فيكي فروحة. فروحة إن شاء الله إلهي ربي يسعد لي هالصباح. صباحك تقبرني. صباحك شو؟ صباحك تقبرني. لا اكيد لا. اجت لوليتا. يلا قايمين. مبروك مبروك يا عرسان. مبروك. سهلا بست الكل. ميرسي ميرسي. لا 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 أحلاكم. تتهنوا تتهنوا يا حبيبتي. شكرا لك. كتر خيرك، بس يعني نحن بدنا نفهم انه انت ليش هيك عملتي. لا يا حبيبتي ما في شيء من واجبكم، هلا بتعرفوا بعدين. المهم هلا انه انا دفعت اجار الشهر كامل، واذا عجبتوني رح اشتري لكم اياها الكون. ليكي امانه اذا اشتريتيها اشتري لي معها فستان العرس أحسن ما رجعوا للزلمة. يعني لك امو على عيني، هي على فستان. تكرم عينك. من بكرة تنزلي بتدفعي حقه كامل وبتتشخلعي فيه يومين كاملين. اشتري. اسكيوز مي، من خسرك ست لوليتا، بس حضرتك بتعرفينا شي من قبل؟ طبعا حياتي وعز المعرفة كمان. طب انت لا تكون عم تضحك علينا. عفوا شو قلتي حضرتك؟ لا 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 بدك تنتبهي كثير لكلامك. انا صحيح بمزح وبهز وبرقص، بس كلمتي مثل السيف. انا كثير حبيتكم يا جماعه، واذا سمعتوا كلمتي وكنتوا مثل ما انا بدي
رح ارفعكم لفوق لفوق فوق 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 الاساطيح كمان. فوق الاساطيح يعني حرمية. شو حرمية؟ من وينك عايشينه هذا؟ عن جد كتير مهضوم رفيقكم. دخيل خسرك ست الكل ما تواخذي، هذا أهضب حمار ممكن تعرفيه بحياتك، اعتبريه كومبارس. اوكي كومبارس كومبارس. ليش ما نتعرف؟ وين المشكلة انه نتعرف؟ ليه انت لسه ما بتعرفني؟ ولك انا لوليتا تيتا تيتا تيتا. انا من فضل رب العالمين عندي 13 كازينو واربع كباريهات. وانا سيزار بفضل رب العالمين اوسخ لميم نقطة بالشرق الاوسط. لا ما لك طبيعي، انت مهضوم حبيتك. لك عيني، انا ما ساعدتكم بدون مقابل، يعني انا بعرف كل مساعدة في إلى مقابل، اوكي؟ ومثل ما انا هلا ساعدتكم رح يجي الوقت يا شطور وانتو كمان تساعدوني. طيب ايه بساعدك، بس انا ياسمين. انت ياسمين ولا سيزار؟ حدد. لا مو هيك قصدي، قصدي انه انا كنت معجب بهي السرنوه اللي اسمها ياسمين. بس اجت من وراي ورشت لي مي بارده، فكونه انت ساعدتينا فانا قررت ساعدك، يعني هيك اتجوزك اخذ مصاريكي استر عليكي. شو قلتي؟ انت تستر علي؟ لك مهضوم انت صاير يا ولد، لك مهضوم انت. لك لا. روح العب ماما، روح روح العب. دخيل خسرك يا ستنا، دخيل خسرك. رفعت شبك شبك وين طالع؟ شبك هاي غرفتي. بعرف انها غرفتك بس والله ست لوليتا دفعت عن الكل مو بس عنك يعني، وهي غرفتي وبدي نام فيها. حبيبي رامي بعرف انه هي دفعت عن الكل، بس انت اليوم نام بالصالون وبكره بتجي بتنام بالغرفه. اي حاجه تعضعض على شفايفك، مفكر بهالحركات رح تغريني؟ ما رح نام غير بتختي. كيف بدي فهمه لدب الهيش هذا؟ رامي انقبر، تذكر انا مبارح شو كنت لابسه؟ فستان ابيض واسع من تحت وفي طرحه بيضاء. ولك ما بدي تشرح لي، بدي تعرف انه انا وفريد هلا عرسان. وصلت ولا لسه؟ ايش دخل انكم عرسان بنومتي؟ رامي خيي فهم علي، العرسان اول كم يوم بيتركوين لحالي مشان يفوتوا على الغرفه يعملوا عيله. بس هاي الشغله بتصير بالليل مو بالنهار. على كل الاحوال انا قلت لحالي يعني بنام بالنهار مشان سلمك الغرفه بالليل. ايه انقبر اطلع لبرا احسن ما خلص عليك. وصنا بقى ولك اطلع، عيب عليك ولك استحي عدمنا. لا طب انت شو عرفك كل هاد؟ انت اخت لماجي فرح؟ هذا الزلمه شكله كان غايب لما وزعوا الزق. حبيبي هلا زمن الرقاصات. لا حبيبتي كل شيء للشرف، صحيح الحياه لعنت ابو شرفنا بس كل شيء للشرف، فهماني وليه؟ كل شغلكم ودراساتكم هي كلها لبعضها ما عم تعيشكم.